صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما توسوس به الإنسان نفسه إن كان من غير إرادته، وما يحدث نفسه بالمحرم دون الكفر باستمرار من دون أن يتكلم به أو يعمل به، مثل أن يحدث نفسه بممارسة الزنا، فهل يأثم بهذا؟ إذا هم الإنسان بفعل السيئة ولم يعملها، فإن كان تركه لها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة. إذا هم بها وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة. وأما إن هم بها وتركها لأنه لم يقدر عليها فإنها تكتب عليه سيئة والعياذ بالله، لأنه لو تمكن لفعلها. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا المقتول في النار؟ لأنه يريد قتل صاحبه، ولم يترك قتل صاحبه إلا عجزا، فيعاقب على نيته، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. أما الوسواس اللي هو من الشيطان هذا ما يضر، الوسواس اللي هو من الشيطان وهو التردد والخور والهم هذا ما يضر الإنسان. نعم.